أو تكون بالنسبة للناس يعني هي بتداولوها الناس كثيرة. ايوه الاغنيه اللي ممكن تنتشر بسرعه الاغنيه اللي بترجم الواقع الان، يعني مثلا يعني في اي قضيه اجتماعيه، اي مشكله اجتماعيه مثلا حاصله في البلد او في السودان، شاعر من الشعراء ترجم القضيه دي في ابيات، يعني حكى الموضوع في ابيات، زي مثلا القصيده بتاعت الفنان محمد امين اللي هي بتاعت فضة اعتصام القياده، اتكتبت كتبها الاستاذ بشرى ربنا يديه الصحه برشونا والعافيه، والحنوت هاي كتبها ولقاها احمد امين في نفس الايام ديك لحنها واتغنت، لقت رواج وانتشار واسع لازم جدا جدا. تلاحظه يعني. يلا يا دي اضافه لكلامك ده بنفس اتجاهك ده، انت قبل قلت انه في فنان بيشوف، في شاعر بيشوف الفنان المناسب للاغنيه، يعني حتى بشرى لما كتب القصيده دي شاف انسب صوت ممكن يؤديها كاحساس يقدر يوصل للناس احمد امين. أيوة. كذلك زي ما انت ذكرت في ثلاثه أيوة. الشعراء ديل أيوة. انه بيقول لك يا اخي مثلا الاغنيه دي حقت ودلمين، الاغنيه دي تفصيل بتاعت مثلا محمود تاور كده، لانه مثلا عارف انه محمود تاور بيميل للتطريب بيميل للحنيه، في اغنيه في اصوات ثانيه بتاعت فنانين تكون باص حاسس انه الكلمات دي لازم تكون بشكل كده قوي او تصل للمستمع بطريقه معينه، فعشان كده فراسه الشعراء مهمه في 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 توزيع الاقال. كده بنيجي لفراسه الشعراء دي، وده كلام مهم جدا بالمناسبه.